مساء الخير. الرئيس التشادي يقتل في معارك مع المتمردين شمال البلاد على يد بعض هؤلاء المتمردين الذين واجهوا القوات الحكومية والجيش في تشاد بعد إعلان فوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية. وبعدها بساعات وظهرت تقارير تقول بأن هؤلاء المتمردين تلقوا دعمهم من فاغنر الروسية، وهم متمردون، يعني جماعة عسكرية خاصة تقاتل في عدد من الدول. بكل الأحوال الجيش وكبار الضباط شكلوا مجلسا عسكريا وقرروا أن يعينوا نجل الرئيس مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات شفافة، لكن المتمردون رفضوا ذلك وهددوا باقتحام العاصمة. ما هو الدور الخفي الذي تلعبه روسيا في تشاد وبعض الدول الأفريقية، وكيف يمكن أن نتجنب صراعا داميا في تشاد أو حرب أهلية داخلية مرتقبة يمكن أن تؤثر على دول المنطقة؟ في حلقة الليلة من استوديو الآن مع سونيا زغول، والتي تأتيكم من استديوهاتنا في دبي، أهلا بكم. نذهب لنتابع هذا التقرير ثم نعود إلى ضيوفنا. مجددا اهلا بكم، ارحب بضيوفي من القاهره الخبيره في الشؤون الافريقيه ومديره تحرير صحيفه الاهرام الدكتوره اسماء الحسيني، وايضا من باريس معنا الباحث في الشؤون السياسيه والاستراتيجيه استاذ البير فرحات، اهلا بكم. ابدا معك دكتوره اسماء، من المستفيد من الفوضى في تشاد؟ هل هي الجماعات الارهابيه المتطرفه في افريقيا والذين تدعمهم فاغنر الروسيه ربما؟ يعني بالطبع اختفاء الرئيس التشادي إدريس دبي الذي ظل يحكم تشاد لمدة 31 عام يترك الآن فراغ كبير يستفيد منه العديد من الأطراف. هناك المعارضة المسلحة التي ظلت تقاوم حكمه على مدى 30 عاما الماضية، وقامت بأكثر من محاولة انقلابية ضده، ووصلت في عام 2008 إلى أنها حاصرت القصر الرئاسي ولم ترد إلا بعد أن قامت القوات الفرنسية بمهاجمتها في عام 2019. أيضا وصلت إلى اعتاب العاصمة نجمينة، وبالتالي هذه المعارضة المسلحة هي لاعب رئيسي. هناك المعارضة السياسية والتي قاومت
في الانتخابات الأخيرة الترشح الرئيس لمدة سادسة، وأعلنت أنها ضد هذا الترشح وقاومته. هناك عناصر وحركات إرهابية عديدة تحيط بتشاد من كل جانب في منطقة الساحل والصحراء، مجموعات إرهابية موالية لتنظيمي القاعدة وداعش، وأيضا هناك في الجانب الغربي من تشاد بوكو حرام التي هي تحيط دول البحيرة تشاد. هناك أيضا القوى الكبرى التي ربما رأت أن الرئيس التشادي الآن يجب أن يكون هناك بديلا قويا له يستطيع أن يواصل الحفاظ على مصالحها في هذه المنطقة. نعم، طيب أستاذ ألبير، من أين يمكن أن يحصل مقاتلو التغيير والوفاق التشادية على هذه القوة؟ لأنه السكان المحليون قبل فترة قالوا بأنهم لم يكونوا بهذه القوة في آخر ظهور مسلح لهم في الشوارع. الوضع تغير، وصفوا بأوصاف أن قوتهم اختلفت، الدعم الذي يتلقونه مختلف. لذلك صدرت تقارير تقول بأنه فاغنر الروسية احتمال كبير أن تكون هي من دعمتهم. فعلا، بعد مساء الخير، الجنوب الليبي الجبل الأسود يعرف أنه موقع كبير لتواجد الجماعات التشادية تحديدا. لا أريد الامتداد بالعرض، أنه الحدود ما بين الجنوب الليبي ودولة تشاد شاسع. هناك أيضا في المنطقة هذه المعارضة بين قوسين، الإسلامية استعانت بفرقاء من الخرطوم من السودانيين وحتى من الصوماليين من أجل القيام بهذا الهجوم، مرتكزين ومعتمدين على وجود الشهر الكريم ومن أجل إسقاط الرئيس التشادي دبي. لكن الموضوع الآن يعني ليس فقط أنه يتعرض لعمل إرهابي خارجي، وأنه قد يكون من القيادات العسكرية التي تنظر له بأنه بقي بالحكم لمدة طويلة تجاوزت 30 عام. نعم. وهذا ما فاجأنا، أن الموضوع شبه جاهز، أنه المجلس العسكري شبه مشكل وتم الإعلان عنه، الإجراءات قفل الحدود وإلى غير ذلك. حاليا التقارير الأمنية تؤكد أن الرئيس أصيب بطلقة واحدة فقط، برصاصة واحدة، والأغلب أنه تتم أنها عملية تصفية بهدوء. تاريخ مقتله، هناك أربع مصادر، الكل يتحدث أنه فقط أنه مات، لكن لم نعرف كيف مات وأي ساعة مات. طيب، هل نهار الأحد أم نهار الاثنين؟ نعم أستاذ ألبير. نعم. طيب، هذا الكلام أستاذة أسماء الذي استمعنا إليه من أستاذ ألبير، هذا التحليل بأن هناك شكوك من الداخل حتى من المجلس العسكري، هناك تشكيك، يعني البعض توقع الأزمة. أستاذة دكتورة أسماء، حدوث أزمة مسلحة، هل كنتم تتوقعون ذلك؟ لأنه قبل أيام من الانتخابات كان هناك يعني حشد للمتمردين على الحدود الشمالية، وأيضا الأوساط الرافضة لنتائج الانتخابات كانت تعلن ذلك بكل قوة، هل كنتم تتوقعون ذلك؟ نعم، بالفعل كان هناك تفاقم في الأزمة داخل تشاد ومزيد من التذمر تجاه الأوضاع المعيشية، تجاه خفض الرواتب، تجاه القمع العنيف للقوى المعارضة. لكن بالفعل كما ذكر محدثك الكريم من باريس، هناك شكوك كثيرة حول رواية مقتل الرئيس التشادي. هل ذهب بالفعل على رأس المقاتلين لمواجهة المعارضة المسلحة؟ لماذا؟ أين كانت التحذيرات؟ كان في تحذيرات من قبل الولايات المتحدة وفرنسا سفارتيهما في نجمينة لأعضاء بعثتهم الدبلوماسية بأن الوضع خطير ويجب أن يغادروا. لماذا لم يعني تساعد باريس حليفها القوي في تشاد كما كانت تفعل في المرات السابقة في 2006 و2008 و2019 وغيرها من السنوات؟ هناك من يتحدث عن
أن الطلقة جاءت من الخلف وليس من الأمام، أي ممن كان يجب أن يواجههم، وبالتالي هناك شكوك كثيرة حول هذا مقتل هذا الرجل تشاد القوي الذي ظل يحكم لمدة 31 عاما. لكن لا شك أن التحديات الكبيرة الهائلة التي كان يواجهها على جميع الأصعدة والتوازنات التي كان يسعى لإقامتها، من يخلفه الآن في المجلس العسكري سيجد صعوبات كبيرة في مواجهة تحديات عديدة في الداخل، وهناك قوة في الخارج أيضا لم تعترف. نتابع حيثيات المجلس العسكري وتنصيب نجل الرئيس بعد هذا الفاصل القصير. نتابع هذا التقرير ثم نعود إلى ضيوفنا. بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال قتال ضد متمردين، أثيرت تساؤلات حول دور مرتزقة الفاغنر الروسية في هذا الأمر حتى ولو بصورة غير مباشرة. تقارير عدة أشارت بأصابع الاتهام إلى الفاغنر في خلق فوضى داخل هذا البلد الإفريقي عبر دعم مجموعة التغيير والوفاق التشادية، ما يصب في مصلحة التنظيمات المتطرفة كداعش. صحيفة ألمانية نشرت تقريرا منتصف إبريل ألقت فيه الضوء على تمادي المتمردين بعد دعم مكثف من الفاغنر، سواء بتوفير الأسلحة والعتاد أو تدريبات عسكرية لتلك العناصر المتمردة. وأشار التقرير الألماني إلى أن السكان المحليين شاهدوا العناصر المتمردة يرتدون ملابس جديدة ويتنقلون عبر مركبات جديدة أيضا. مجموعات الفاغنر لها تواجد ملحوظ في مناطق عدة، منها ليبيا وجنوب السودان وزيمبابوي ومدغشقر وموزمبيق، والأخيرة شهدت خسائر عدة في صفوف تلك المجموعات المسلحة. كما رصد تواجد لتلك العناصر في إفريقيا الوسطى من خلال دعم رئيس البلاد المقرب من موسكو، لتبرز النوايا الواضحة للفاغنر في التدخل بسياسات الدول وفقا لأجندة روسية. ومع الانتشار في حوالي 20 دولة إفريقية، يبرز دور الفاغنر في تحقيق الأطماع الروسية وزيادة النفوذ في القارة الإفريقية، سواء بالاستيلاء على الثروات أو استنزاف الموارد، مهما كلف ذلك من انتهاكات غير قانونية. أجدد الترحيب بضيوفي من القاهرة الخبيرة في الشؤون الإفريقية ومدير التحرير صحيفة الأهرام دكتورة أسماء الحسيني، ومن باريس الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية الأستاذ ألبير فرحات. أستاذ ألبير، تنصيب المجلس العسكري لنجل الرئيس الراحل، هل ينهي الأزمة أم يفتحها على سيناريوهات غير متوقعة؟ هناك لم ولن ينهي الأزمة. هناك خارطة جديدة يراد لأفريقيا ولدول الساحل أن تحصل. من ضمن هذه الخارطة الصراع الروسي الأوروبي وخاصة الفرنسي في منطقة الساحل، والدليل على ذلك أن مجلة بيلد الألمانية بالعودة للتقرير بتاريخ 14 نيسان 2020 بدأت الحديث، لكن هناك تقارير استخباراتية فرنسية وألمانية تتحدث أن قوات فاغنر حاليا يبلغ عددها ما بين 700 إلى 900 خبير موجودون في الجنوب الليبي وفي بعض مناطق أفريقيا، عمق أفريقيا، وصولا إلى الموزمبيق وحتى إلى مناطق الساحل. الهدف من هذا الأمر هو إعادة يعني تموضع وإعادة رسم الخارطة السياسية لأفريقيا ومناطق النفوذ ومناطق الصراع. هناك أيضا المصادر الطبيعية التي تستفيد منها في الحرب القادمة، وأيضا التضييق على فرنسا وإفشال مشروعها في منطقة الساحل وتحديدا مالي. طيب أستاذة دكتورة أسماء، كيف يمكن أن نصل إلى مرحلة انتقالية والآن هناك عملية مرتقبة لتنصيب نجل الرئيس والمتمردون رافضون لها ويهددون باقتحام العاصمة؟
نعم، المتمردون رفضوا وهددوا باقتحام العاصمة، وأيضا 30 حزب سياسي في الداخل طالبوا بعدم الاعتراف بشرعية المجلس العسكري وعدم الانصياع لأوامره. أعتقد أن المجلس العسكري رغم الخطوات التي أعلن عنها ورسائله للداخل والخارج معا، في الخارج للخارج قال أنه ملتزم بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وأنه ملتزم بمكافحة الإرهاب، وفي الداخل قال أنه سيفتح حوار واسع وأنه سيؤدي إلى فترة انتقالية تكون بعدها انتخابات تعددية. لكن هذا الكلام غير مقبول بالنسبة للاستشهاد التي خاضت ليس فقط فترة حكم إدريس ديبي، وإنما أيضا منذ استقلالها منذ عام 60، وهي تخوض يعني جولات من العنف والدمار والحرب الأهلية والتمردات، وبالتالي كانت هناك حاجة الآن لكي يكون هناك وضع آمن. والأحزاب قالت أنها لا تقبل أن تكون بلادها مملكة وأن ينتقل الحكم من الرئيس الراحل إلى ابنه القادم، وأنها تريد وضع يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية كما ينص الدستور خلال فترة 45 يوم يتولاها رئيس المجلس التشريعي أو في مدة أقصاها 90 يوم. نعم. وبالتالي أعتقد أن المجلس العسكري ونجل الرئيس سيواجهوا رغم الدعم الفرنسي لهم سيواجهوا تحديات هائلة نعم. الآن في الداخل وفي الخارج، وفي بلد مفتوحة حدوده على 6 دول، أقصى الحدود كل حدود فيها تتجاوز 1000 كيلومتر، وهناك تحديات التهديدات الإرهابية هذه ودخلت نعم. على خط الأزمة فجنة واضح. مجموعة نعم أستاذ ألبير، لدينا يعني في إقليم دارفور السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والجنوب الليبي هناك الكثير من النزاعات حول منطقة أتشاد، يعني منطقة تغص بالسلاح وهناك مقاتلون جاهزون لخوض أي معركة لحساب أي طرف أو وكيل خارجي. هل يمكن القلق على مصير المنطقة بشكل عام رغم كل التطمينات التي أعلنها الجيش؟ فعلا هي منطقة تثير القلق، ليس من الآن إنما من أكثر من 50 سنة تثير القلق. لكن بالعودة إلى تاريخ الرئيس الذي تم اغتياله أو قتله أو قبل يومين، نجد أن علاقاته بالمخابرات الفرنسية الخارجية الفرنسية هي التي وضعته، وأول زيارة له كانت لفرنسا كانت لمقر المخابرات الخارجية الفرنسية، وأيضا ابنه ليس لا يختلف الوضع. لكن الآن ماذا تريد الجماعات القبلية التي موجود التي توجد في تشاد؟ هل تريد فعلا تقاسم السلطة أو تريد أن تحافظ على مناطق الصراع التي تحظى بها؟ يعني النظام الجهوي القبلي المتعارف عليه في تشاد هل سوف يستمر أم يتم تبديله لوجود فعلا يعني دوائر وبرلمان، علما أن الرئيس المقتول تم غير بدل الدستور، ومن هنا تمت عملية حذف المسؤولية وتسليمها لهذه السلطة العسكرية. نعم، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود. مجددا أهلا بكم دكتورة أسماء، إلى أي مدى يمكن أن نوحد جهود المنطقة تحديدا دول شمال إفريقيا دول الساحل في جنوب الصحراء ضد جماعات فاغنر الروسية أو أي جماعات متطرفة يمكن أن تؤزم الأوضاع داخل تشاد وغيرها؟ نعم، الوضع الآن خطير جدا في تشاد وسينعكس على كل دول جواره. لا، عندما تكلم عن دول جواره فإننا نتكلم عن منطقة واسعة جدا تشمل السودان وليبيا والنيجر والكاميرون ونيجيريا وأفريقيا الوسطى، وكل هذه الدول ستبقى مهددة. وإذا كان المجتمع الدولي يسعى الآن لإعادة الاستقرار إلى ليبيا
وطرد الجماعات المسلحه منها، وهو ما ترتب عليه ان تخرج هذه الجماعات المسلحه التشاديه التي كانت موجوده في السودان ثم انتقلت منذ 2010 الى ليبيا، ادى ذلك الى خروجها وهذه الهجمات المسلحه الان. فانا اعتقد انه المجتمع الدولي يجب ان ينتبه جيدا الى ما يجري في تشاد، لانه ستكون له اثار تدميريه كارثيه واسعه على القاره الافريقيه كلها، لانه تشاد بتحتل موقع الوسط بين دول القاره جميعا، والحركات الارهابيه تتمدد. هل سنشهد توحد للجهود؟ هل سنشهد قمه مثلا؟ هل سنشهد يعني كيف يمكن ان يوحدوا جهودهم؟ نعم، الاتحاد الأفريقي لم يقل شيئا حتى الآن، سوى أنه نعى الرئيس الراحل، لكن المطلوب منه أن يكون له موقف، وهل سيعترف بهذه السلطة؟ وهو الذي لا يعترف بأي سلطة يعتبرها جاءت عبر تغيير غير دستوري. هل سيكون الآن هناك جهود أكبر لمواجهة القاعدة وداعش وبوكو حرام والشباب، والجميع يتغلغل في دول القارة جميعا، لم تعد هناك دولة بمنأى عنه، ومؤشر الإرهاب العالمي يشير إلى أن دول القارة ستكون مجال للصراع بين داعش والقاعدة، وبالتالي هناك خطر جسيم يجب أن يتحرك الجميع الآن من أجل مواجهته، والمجتمع الدولي عليه أن ينتبه جيد. طيب أستاذ ألبير، أفريقيا الوسطى استعانت ضمن جيشها على الفاغنر الروسية من أجل أن يدربوا الجيش، ومنحوهم حقوقا لاستكشاف 7 حقول ألماس وذهب، وهي ما تحتاجه روسيا لمواردها الاقتصادية، تعتمد على هذه الموارد. الآن في تشاد أنباء عن تدريبهم لهؤلاء الانفصاليين، هل يمكنهم أن يستحوذوا على الثروات في تشاد؟ وما هو مستقبل أفريقيا في ظل هذه الجماعات المسلحة الخاصة؟ بالعودة لأفريقيا الوسطى، قبل فترة الانتخابات التي حصلت عندهم قبل أشهر، في الرئيس المنتخب كان في زيارة إلى روسيا، وكنت أنا ذاك متابع لزيارته بحكم بعض الأعمال التي كنت أقوم بها في موسكو أنا ذاك، ولم يستطع الوصول إلى الحكم لولا دعم الروسي بشكل مباشر. عملية يعني تمرير يعني أماكن للبحث عن الألماس، الذهب غيرها من وحتى الكويفر، يعني هو في العديد من المعادن تمت فعلا. لكن أهم عين روسيا الآن ليست فقط على تشاد، وإنما على النيجر ونيجيريا. يعني هناك الشركات الكبرى، مثلا الشركات الكندية أو الصينية أو الفرنسية التي تشتري اليورانيوم من هناك، تشتري العديد من المواد الأولية، كلها موجودة في بأسمان بخسة في هذه المناطق. عمليات التي حصلت مع الجماعات الإرهابية في السابق مع المختطفين والرهائن الفرنسيين والملايين التي دفعت إن كان في مالي أو في النيجر أو في نيجيريا لهذه الجماعات، كانت بعلم روسي وبعض الدول الحليفة لهؤلاء يعني التنظيمات الإرهابية. الآن يعني ما يجب أن يقوم به الاتحاد الأفريقي أو العالم الغربي في مواجهة هذا التمدد، وكي لا تكون القارة الأفريقية الساحة الجديدة لحرب قادمة طاحنة، على غرار ما حدث في سوريا وما حدث في العراق وغيرها من أماكن الصراع، أن لا تنتقل لأفريقيا. وكان الليلة البيان الأوروبي الذي يندد بالأعمال الروسية وعمليات تصرفها في بعض هذه المناطق وهذه الدول الأفريقية، وما يشكله من عدم استقرار للسياسات الخارجية في هذه الدول. لكن فعلا سوف نشهد فترة قادمة حرجة في أفريقيا، لأن الجيش التشادي يعني محور أساسي الذي ترتكز عليه الحرب في مواجهة داعش وكل التنظيمات التي لها ارتباطات بتنظيم الإخوان المسلمين الدولي وبغيرها من الجماعات. نعم. دكتورة أسماء، كيف يمكن أن نتعامل مع فاغنر الروسية؟
وهي في بعض الدول تحمي منشآت اقتصادية تستحوذ على ثروات طبيعية ولها حصص مالية في كثير من الدول الإفريقية، كيف يمكن أن نخرجها من القصة؟ نعم، بالطبع وجود مرتزقة فاغنر في العديد من الدول الأفريقية الآن، في أفريقيا الوسطى، في ليبيا، في مالي، في من قبل في سوريا وأوكرانيا وغيرها، يعني يصب مزيد من الزيت على نيران مشتعلة في أفريقيا. وهؤلاء المقاتلين المرتزقة يحاربون بدون شرف، بدون كرامة، هو نظير ما يتلقونه من أموال، وأصابع الاتهام تشير لهم في العديد من الحوادث والعديد من الصراعات في القارة الأفريقية. وأعتقد أن محاربتهم يجب أن يكون على رأس أولويات العمل الأفريقي المشترك، على رأس أولويات الآن من يحاربون الإرهاب. هذا أيضا نوع آخر من الإرهاب ويجب التصدي له، لأنه عمل يؤدي إلى خراب واسع ودمار في دولنا الأفريقية. نعم. جميعا لأنهم يتمددون من دولة إلى أخرى ويتسع نطاق عملهم يوما بعد آخر. نعم، أستاذ البير، توقعاتك للدور الفرنسي في تشاد في هذا التوقيت؟ فرنسا في أسوأ أوضاعها في تشاد، والدليل على ذلك ردة الفعل الفرنسية جاءت متأخرة 4 ساعات بعد مقتل الرئيس التشادي، اللي كانت لأنها كانت تعتبر ضربة قاسمة لها. تفاجأت بالخبر فرنسا، وكانت الوكالات الفرنسية بعيدة كل البعد في بداية الخبر عن كيفية حصول عملية القتل وظروف مقتل الرئيس التشادي. لكن إذا انسحبت القوات التشادية الآن من المعركة في الساحل فيما يحصل في مالي، فإن خسارة فرنسا ستكون كبيرة. أشكر جداً. انتهى وقت هذه الحلقة أستاذ البر، أشكر من القاهرة الخبيرة في الشؤون الأفريقية ومدير التحرير صحيفة الأهرام الدكتورة أسماء الحسيني، ومن باريس الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أستاذ البير فرحات. نلتقي بكم غدا في ذات الموعد، إلى اللقاء.